لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إنه لا يخفى على المسلم ما أعلى إليه حال مجتمعات المسلمين من التدني الأخلاقي، فالأمة تعيش أزمة أخلاقية بكل معانيها، تعيش أزمة أخلاقية ينبغي لها أن تبين وتتحصر لها قلوب الصالحين، والصالحون والطيبون صاروا في غربة شديدة في هذا الزمن الذي نعيش فيه أزمة أخلاقية تعصف بما تبقى من آداب ومكارم أخلاق لا سيما بعد ما يسمى بالثورات، وكذلك ثورات الاتصالات العصرية الحديثة. تعيش الأمة أزمة أخلاقية طاشنة تعصف بكل طيب وكريم، حتى أننا نرى ذلك في حياتنا اليومية وفي حياتنا بكل صورها. يتكرر ذلك في اليوم مئات بل آلاف المرات، صورا يمدى لها الجميع تعبر عن أزمة أخلاقية شديدة تعيشها الأمة. مع أن الإسلام هو دين الأخلاق، وقد جاء الإسلام ليتمم مكارم هذه الأخلاق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ولقد كان المسلمون الدنيا كلها بأخلاقهم يوم أن جاء الإسلام وانتشر في الأرض، وإن المتأمل لا يجد أن أكثر بلاد الأرض لم تفتح بالسيف وإنما فتحت بأخلاق المسلمين. إن أكثر بلاد آسيا وأكثر بلاد الخليج وغير ذلك فتحت بأخلاق المسلمين، بل فئة من المسلمين وهي تجار المسلمين تأثر بهم الناس، حتى كان ذلك سببا في إسلام أمم من الناس على يد هؤلاء من أخلاقهم وتصرفاتهم. انظروا إلى هذا القطاع الكبير من أمثلة الذي دخل في الإسلام بسبب أخلاق تجار المسلمين الذين كانوا يتعاملون معهم. ولو أننا مكننا نستقصي صورا من هذه الأخلاقيات التي انتشرت بسببها الإسلام في هذه البلاد وفتحت هذه البلاد، ونذكر من المواقف من هؤلاء الصالحين الطيبين الذين انتشر الإسلام بسببهم، ولم يكونوا من العلماء ولم يكونوا حتى من طلبة العلم، بل كانوا ربما من التجار والباعة الذين انتشر الإسلام وساد الإسلام والمسلمون الأمم بأخلاقهم. هذا مشهد من المشاهد على المستوى الفردي، هذا مشهد مثال من تجار المسلمين. يطرد يوما ابن أخيه في ركابه ويذهب للصلاة في بلاد لا تزال يعلوها غير الإسلام، ويذهب إلى الصلاة المصلي في جماعة مع بعض الناس أو في بيته أو غير ذلك، فيرجع وهو في الطريق وفي أثناء عودته يقابل رجلا من الناس يشمل عباءة أو بردة من التي تباع في دكانه، فقال له: من أين اشتريت هذه البردة؟ قال: من دكان كذا. قال: اشتريتها بكم؟ قال: ب400 درهم. قال: ولكنها لا تساوي أكثر من 200 درهم، وكان هذا هو الثمن الحقيقي الذي تباع به في الدكان، لكن ابن أخيه ظن أن هذا ربما يكون أحسن، فباعها الرجل ب400 درهم. فقال الرجل:
ولكني أراها تساوي 400 درهم. فقال له: لا، هي ب200 درهم والدكان دكان. فقال الرجل: ولكني رضيتها. قال: لا، إما أن تعطيني البردة وتدخل مالك، وإما أن أرد إليك 200 درهم. وأصدق التاجر على أن يرد له 200 درهم، ورجع إلى ابن أخيه يحنكه ويوبخه على ذلك. هذه كانت أخلاقهم وهم يتعاملون مع الناس، ولذلك تأثر الناس بهم، فكانوا يسألون: من هؤلاء؟ يقولون: تجار مسلمون. فيعجب الناس بهذه الأخلاق ويتأثرون ويدخلون في الإسلام، بل على المستوى الجماعي وعلى مستوى الأمراء والدوراء. انظروا إلى هؤلاء لما كانوا يسدون العالم الأخلاقي. في مثال من هذه الأمثلة: إسلام أهل بلد يقال لها سمرقند، وهي يقال هي البلد التي تسمى الآن أوزبكستان. هذه البلاد أسلم أهلها بسبب أخلاق أمراء المسلمين وقضاة المسلمين، وذلك أنه لما كان القائد العظيم قتيبة بن مسلم يخوض المعارك في هذه المنطقة، فكان من بين الأماكن التي خاض فيها المعارك هذه المنطقة، وهي منطقة سمرقند الآن. فأخذها في طريقه واجتاحها لاجتياحه ودخلها وكبحها. ثم مات هذا القائد، وبعد سنوات سمع أهل هذه المنطقة وأهل هذه البلاد وهم ليسوا بمسلمين أن الإسلام فيه أحكام تختلف عما فعل قتيبة بن مسلم، وهي أنه يجب على القائد المسلم قبل أن يدخل أي بلد ليفتحها أن ينذر أهله ويعلمهم بالإسلام، فإن قبلوا الإسلام وإلا فرض عليهم الجزية، فإن قبلوا الجزية وإلا قتلوا. وقتيبة رحمه الله لم يفعل هذا ولا ذاك، فما كان من هؤلاء إلا أن اتفقوا فيما بينهم وكثروا شهوات وأرسلوها إلى أمير المسلمين، وكان يومئذ عمر بن عبد العزيز. فما كان من عمر بن عبد العزيز إلا أن نصب قاضيا، بل قيل قاضي قضاة المسلمين لهذه القضية. فحقق قاضي قضاة المسلمين القضية، فتبين له صدق دعوى هؤلاء، فحكم القاضي أن يخرج جيش المسلمين من هذه البلاد وأن يقف على حدودها وينكر الناس. فلما قضى القاضي بذلك ورجع وانتشر الخبر في أهل سمرقند، ثم رأوا جيش المسلمين وأفراد المسلمين يخرجون من بلادهم الواحد تلو الآخر، قالوا: والله إن هذا لدين العدل، وأسلم أهل سمرقند كلهم عن آخرهم. وفتحت سمرقند هذه بأخلاق هؤلاء، فأصاب المسلمون عباد الله تنذر بأخلاقهم. وصدق قول الله عز وجل فيهم: كنتم خير أمة أخرجت للناس. أما في هذا الزمن الذي نعيشه مع هذا الواقع المهير الذي نعيشه وهذه الأزمة الأخلاقية الطاحنة التي تعصف بالناس، بل حتى وصلت إلى بعض الطيبين، أنصرنا نرى كثيرا منهم يتنافر عن كثير من مكارم الأخلاق بشدة الأزمات والظروف، وكان أنصرنا نرى الكذب يستتاب والنفاق يستتاب والعياذ بالله وعدم النطق وغير ذلك، وصرنا نرى كثيرا من الأخلاق والمكارم تختلف من الناس ويحل محلها والعياذ بالله رذائل الأخلاق. ولذلك آلت حال المسلمون إلى ما آلوا به، فصار المسلمون يعيشون كما ترون حال الدنيا والهوان تبعية
لغيرهم، بل الكفار اخذوا من اخلاق الاسلاميه وتعاملوا بها فيما بينهم، واخذ المسلمون اخلاق الكفار وصاروا الان يتعاملون بها فيما بينهم. والعياذ بالله، ولذلك ذهب عزهم وذهب مجدهم. وصدق الشاعر الذي يقول: انما الامم الاخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. وهذا الذي حصل، فمن اتبع ذلك فلا يطيق ولا يشرك، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا والعياذ بالله. وإذا فالمسلمون يعيشون أزمة أخلاقية شديدة والعياذ بالله. والله عز وجل لن يغير ما بهم، ولن يغير ذلك الا ان يتغير. فلا بد عباد الله ان نتغير، لا بد ان نرجع الى اخلاق الاسلام والى مكان اخلاق الاسلام التي جاء بها الاسلام. لا بد ان نعود، فانه لن يغير الله حتى نتغير. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. ولذا عباد الله ستكون باذن الله هذه المحاوله المتواضعه جدا، ولكن اتوكل على الله في ذلك وارجو الله في ذلك. هذه المحاوله من خلال تذكره الحديث باذن الله تعالى تتحدث في كل مره عن خروج من مكان الخلق، نخلق عليه شيء من البيان والتوحيد. فما احوج لك انه الى هذه الاخلاق التي ارتفعت بها الامه وارتفعت شانها وسادت جنحها، ما احوج لك انه الى هذه الاخلاق توبه الى ربنا سبحانه وتعالى. ما احوج لك انه الى هذه الاخلاق ومكارم هذه الاخلاق حتى نالف جنه ربنا ورضاها ونكون على خلق الدين والاسلام الذي اقتضاه. ولذا عباد الله ابدا حديث اليوم بمقدمه في فضل الخلق، واحيطها ببعض المشاهد لسيد الناس وسيد من احسن الاخلاق وعلم البشريه الاخلاق صلوات الله وسلامه عليه. أحيطها ببعض المشاهد من حياته صلى الله عليه وسلم كأمثلة على بعض مكارم الأخلاق. فأما قدر الأخلاق وحسن الخلق في الإسلام فكما أشرنا في الجملة أن الإسلام هو دين الأخلاق، فقد جاء نبي الإسلام يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ولقد رقب ربنا سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم في مكارم الاخلاق اعظم الترغيب، فمن ترغيب ربنا سبحانه وتعالى ان الله سبحانه وتعالى جعل مكارم الاخلاق وجعل حسن الاخلاق من اعظم الصفات المتقنه الذين يستحقون جنه رب العالمين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ثم ذكر أوصاف الله، قال الله تعالى: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فذكر الله تعالى أن من صفات هؤلاء المتقين أن عندهم مكارم الأخلاق عفو وصفح ونحو ذلك. وذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه كذلك أن يؤخذوا في مكارم الأخلاق في عمومها وحسن الأخلاق. فقال الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ الحق وأمر بالمعروف وأخذ عن التعليم، أي تحلل يا نبي والخطاب للنبي والأمة من بعده: تحلل بأحسن الأخلاق ولا تلتفت إلى ذهن الجاهلين وهم على مكان الأخلاق. وجعل الله لمكان الأخلاق أجرا عظيما
بل ذكر بعضها هذه المكاره وذكر اجرها سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضت من حولك، فاغفر واصفح. فكان ذلك امر وتنبيه، امر بمكارم الاخلاق وتنبيه على ردها الى الفضائل والغلظه والاخوان كما ترى في شوارع المسلمين. الفضائل والغلظه والله لقد رايت ذلك في المسجد الحرام في رمضان، والمسلمون احزابا لا تشعر الذنب، نرى منهم صورا من مساوئ الاخلاق لا يظن انها توجد بين من ربما لم يسمعوا شيئا عن سنه النبي صلى الله عليه وسلم ولا دينه. راينا ذلك بين المسلمين في المسجد الحرام الذين جاءوا من اقاصي الدنيا الى بلد الله، راينا عدم تراجع، راينا والعياذ بالله غلظه فظاظه كذب والعياذ بالله. اين اخلاقنا ممن جاءوا من اقاصي الارض الى بيت الله الحرام؟ فكيف بمن ليسوا على هذا الاسلام؟ لذلك اقول الناس والمسلمون يعيشون ازمه طاحنه، نحن نعيش ازمه طاحنه. وسالت في الطيبات الحديث امثله اذكرها لكم من المسجد الحرام للمسلمين وهم ربما يتشابهون في بيت الله على امور ما يظن ان تكون بين الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك أقول وأقدر نحن نعيش أزمة أخلاقية طاحنة تقصف المسلمين، نسأل الله العافية أن يصبح أحوال المسلمين في المدينة. وأما ما جاء في كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الحث والحرص على مكارم الأخلاق فقد جاء الكثير، وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في مكارم الأخلاق وحسن الأخلاق بصور مختلفة ووسائل مختلفة. ومن ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أن صاحب مكارم الأخلاق وحسن الأخلاق في مكانة عالية عظيمة، يقول صلى الله عليه وسلم: إن أقربكم إلي مجلسا أحاسن أخلاقا. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن أحببتم إلي وأقربكم مني منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. إن أقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة والله ليس كثير القيام ولا الذهاب ولا الصيام، إنه صاحب الأخلاق الحسنة، صاحب الأخلاق الجليلة، صاحب مكارم الأخلاق. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في محن قريب مما اشير اليه، يقول صلى الله عليه وسلم: ان الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجه الصائم القائم، ان الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجه الصائم القائم. اي والله ربما يسبق صاحب الاخلاق الكريمه من قام الليل كله، لكنه لم يكن على اخلاق طيبه. تقول لي صلي الليل وليس له اخلاق طيبه؟ نعم، ونحن نرى ذلك ربما، ولقد راينا ذلك، ولا حول ولا قوه الا بالله من اهل الارض. ولذلك حسن الخلق ربما سبق القيام والصيام، وذلك عباد الله لان صاحب الخلق الحسن سيأتي إلى هذه العبادات يوم من الأيام ولو كان مقصرا بها قبل ذلك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أن حسن الخلق هو أقرب درجة إلى كمال الإيمان، فيقول صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا، أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا. ويقول صلى الله عليه وسلم موجها المسلمين المؤمنين: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئه الحسنه تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن، ولا حول ولا قوه الا بالله. فانظر هل
من أخلاق الحسن ومكارم الأخلاق. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يحث الناس على مكارم الأخلاق وعلى الأخلاق الحسنة ولو كانت في الأمور اليسيرة. تحلى ذلك. ومن ذلك يقول صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة، لأن هذا خلق حسن. ويقول صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة صدقة. كل ذلك حكم على الأخلاق الحسنة. ويقول صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على المسلمين. وغير ذلك من الأخبار مما جاء به صلوات الله وسلامه عليه يعلم البشرية مكارم الأخلاق. ولذلك تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ما كان أحد أحسن خلقا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما نعاه أحد إلا ضلال البيت. هذا سيد الناس، ما نعاه أحد يقول لبيك لبيك ما تريد، ويستجيب له. وتقول رضي الله عنها: كان خلقهم القرآن، كان خلقهم القرآن. فتخبر رضي الله عنها بأنه صلى الله عليه وسلم كان يطبق القرآن في أخلاقه صلى الله عليه وسلم. ولم لا عباد الله، وهي التي تتأول قول الله عز وجل في شأن هذا الكريم صلى الله عليه وسلم: إنك على خلق عظيم. باسم رب العالمين، والله سبحانه وتعالى أمرنا عباد الله أن نقتدي بهذا النبي الذي جاء ليتمم مكارم الأخلاق ويعلم البشرية الأخلاق. فقال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان له ضلال وكافر. وذكر الله كثيرا. النبي هو المثال الذي جاء يعلم البشرية الأخلاق، وهذا هو الذي سنسير عليه بإذن الله تعالى في أحاديثنا حول مكارم الأخلاق بين يدي هذه المقدمة عن مكارم الأخلاق وحاجتنا إلى العودة إلى أخلاق الإسلام التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم المسلمون البشرية الأخلاق من خلالها. نقف على خمسة مشاهد من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كل مشهد منها يشير إلى خلق من مكارم الأخلاق. يأتي معنا بإذن الله بعد ذلك المصطلح. فأما المشهد الأول فمشهد في الإيثار، خلق الإيثار، هذا الخلق النبي الجميل، وذلك من خلال هذا المشهد الذي يحييه أحد الصحابة رضي الله عنه. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس يوما بين صحابته يقول: فجاءني امرأة بقردة من السودة وقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه بردة مسجتها بيدي، صنعتها لك لتلبسها أو لأكسكها أو أي من أشياء. ففرح بها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله: قد أخذها النبي صلى الله عليه وسلم وهو محتاج إليها. وهذا هو الشاهد عباد الله، ومحتاج إليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم كان قد بني جداره وفرح من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فلبس الكوفة ثم خرج عليه النبي وهي إزاره. قال: فقال رجل من الناس: يا رسول الله، ما أجملها أو ما أحسنها، اقصوا بها. يعني هذه الغرفة جميلة جدا، اقصوا بها، يعني أنا عايزها رسول الله. قال: فأكمل النبي صلى الله عليه وسلم مجلسه ثم قام فدخل فطوال ثم خرج فأفطر. فقال الناس: ما أحسنها،
فقال الرجل: والله ما سألته ميلانا لكي تكون قصوة مني، إنما سألته لتكون كفنا. شرف عباد الله إيثار النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خلق لا يجوز الأمر، وهو أمر أعطى الرجل الثوب مع حاجته إليه. من ظن مثله؟ هو الشيخ، الشيخ أنا مش ظنه وما عندوش نظر ولا شبابي، أو عمل نفسه أصلا ما سمعش ولا شبابي، بل قام صلى الله عليه وسلم وخلع الإزار وطواه وأعطاه النور صلوات الله وسلامه عليه. مشى من الأخر حل الخلق من الأخر، وهو خلق الوفاء، الوفاء وهو شيخ جميل من أحسن إلينا، ولو بعد موتي أو غيابي أو عدم وجودي. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدي ذلك، ومن هذه المشايخ الوفاء وفاء كل المؤمنين خطيئة رضي الله عنه. لما نجد خديجة رضي الله عنها ما نسال النبي صلى الله عليه وسلم، كما ان كثير من اصحاب القول عليهم وربما نساهم في حياتهم، ما نسال النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان صلى الله عليه وسلم يذكر خديجة ويذكر فضائلها في كل لحظه، بل كان يذكرها مع احب النساء الى قلبه عائشة، حتى كانت تغار ذلك. تقول عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يذكر خديجة، ويقول كانت وكانت وكانت، حتى غرت يوما فقلت: يا رسول الله، ما اكثر ما تذكر امرأة عجوز حمراء الشيخين هلكت في الدهر. تكلم عجوزة وسنها واحد، كل شيء تتكلم عليه هلكت في الدهر وخلق الناس وكل شيء تتكلم. قالت: فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: والله ما ابدلني الله خيرا منه. لقد امن به حين كفر من الناس، وصدقني حين كذب الناس، وواثقت بمالها حين منعني ورزقني الله من الولد ومنعني الولد من الناس. يخرج فضله وجميلها لا ينسى، كما ننسى نحن جميل من لهم علينا الجميل في حياتهم ربما، وليس معنا من يزيد الناس. حتى تقول عائشة رضي الله عنها: كان من شدة وفائه خديجة أنه كان إذا سمع صوت أخت خديجة بالباب، وكان صوتها يشبه خديجة، فكان يرتاح لذلك أن يتغير، يعني أيام خديجة وأيام خديجة، فيقول: اللهم هذا، يعني تذكره بأيام خديجة. وهذا مثال في الوفاء. واشهد الاخر عباد الله في مكان الاخلاق منه صلى الله عليه وسلم في اللين والرفق والحكمه. نشهد الاعظم الذي دخل المسجد يوما والنبي من يصلي صلى الله عليه وسلم، انحاز الاعرابي الى روح من المسجد ووقف يمر في هذا الركن، فقام الذي بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينكرون عليه ويمنعونه، فإن به صلوات الله وسلامه الرحيم الحكيم الغني الرفيع، يقول: نفس عظم عنكم هذه الامه، نفس يعني لو انه قمتم اليه الان ستضرونه. ثم هذا الرجل العربي قليل العلم لا يعرف، ثم ان هذا العربي ربما يفتى في دينه، ثم انه ربما رجع الى قوم وفرق المسلمين فيهم فيهم اغربوا منه فقال: لا تجرمون. فلما انتهى الرجل من بابه قال: اريحوا على بابه مسلم من النبي، خلصت من ذلك انتهيت، روحوا ابو ميا من خلصت من ذلك. فلما راى الاعرابي ذلك عجبت من هذا الخلق، فقال بتعبيره: يقول: اللهم اغفر لي ومحمد ولا تغفر لاحد من اهل المعنى. فقال: يا اعرابي، قد حجرت ولسانك، لأن رحمة الله أوسع. الشاهد من عباد الله حكمته صلى الله عليه وسلم تعامل مع هذا المشهد، مشهد رائع أيضا من مشاهد مكارم الأخلاق على يديه صلى الله عليه وسلم.
هو أشهد بالخروج تماما. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وكان مكان من أهل مكة واضطهاد وتدليل حتى هموا وقتلوا وقتلوا أصحابه وأخذوا أمواله وأكلوه من بلادهم وأيضا حتى اضطروه وصلى الله عليه وسلم فلدهم. فلما أراد أن يهاجر صلى الله عليه وسلم فخرج كانت عنده صلى الله عليه وسلم ودائع لبعض الكفار والمشركين الذين يحاربونه. كانت عنده ودائع في بيته كانوا يرونها عنده لأنهم يعرفون أنه أمين. فلما كان أبقى ابن عمه علي بن أبي طالب هذا الشاب الشجاع أبقاه في مكة لكي يرد إلى الناس من خالد الكفار مات فيه واخذ اموالهم واخذ كذا وكذا واستحل وكذا كما يستحل بعض المسلمين اموال بعضهم. لا بل قال هذه المحاسن حلم الناس كما اذا كان صحيح ليس محاسن. المشهد مسير عباد الله مشهد في خلق من مكان من خلاله صلى الله عليه وسلم وهو خلق الصحيح. وهذا أمر في دخول المملكة فارحا صلى الله عليه وسلم. فلما كان فتح مكة في العام الثامن من هجرته صلى الله عليه وسلم وتعلمون ماذا فعل أهل مكة بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من اضطهاد وتكذيب ومحاولات للقتل وقتلوا من قتل وأخذوا أموالهم وفعلوا مثلا وحاربوه في المدينة وألموا ومع ذلك لما جاء في هذا الزمن فاتحا ودخل مكه وامتلأت قلوب اهل مكه رعبا وخوفا وجمعهم جميعا بين اسير ومنكسر. فلما كان ذلك اوقف فيهم يخطب صلى الله عليه وسلم واحلل فيهم عقيده التوحيد ثم قال فيهم يا اهل مكه ما تظنون اني فاعل منكم؟ قالوا أخ كريم ولوا أخ كريم هم يعلمون أخلاقه ما تتغير. أخ كريم ولوا أخ كريم قال ابنه فأنت ربط نصرك هذه مكارم أخلاقك التي علم الإسلام الدنيا إياه وما أشغلني إلى الله أن أعود إلى هذه الأخلاق وأن نتحلى بهذه الأخلاق وانظروا إلى الأحجار إلى المنزل بهم فإن مع كل هذا المكان صلوات النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو الله في كل صلاح أن يرزقه حسن الأخلاق. فكان يقول في دعائه صلى الله عليه وسلم في دعائه استفتاح طويل واهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي أحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. يقولها سبحة عشرة مرة في اليوم فضلا عن أسمائها. وما أحوج عباد الله من منا أحوج أو من هو الأحوج إلى أن يسأل ربه أن يزكي أخلاقه وأن يصرف عنه سوى من الأخلاق أن يرزقه حسن الأخلاق وأن يتحلى بحسن ومكارم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.